بونو يا بونو، بونو يا ابو الضحكه، يا ابو الابتسامه، يا ابو القلب الطيب، يا احسن لاعب واحسن حارس بالنسبه لينا في العالم. بونو يا جبل ما يهزك ريح، ان شاء الله ان شاء الله لو كانت في نصيبك الكره الذهبيه غتاخذها، لا كانت مكتبه لك غتاخذها ان شاء الله، ولو ما خديتيهاش انت بالنسبه لينا احنا كالمغاربه انت احسن واحد في العالم، احسن حارس في العالم، وانت والاسود اللي خليتوا المغرب يفوز على بلجيكا، على اسبانيا، على البرتغال، على كندا. تستاهل الكره الذهبيه وتستاهل اي حاجه واي جائزه كبرى. ما شاء الله عليك، ما تاخدش على الهضره، احنا قلنا بانك انت جبل ما يهزك ريح، ما تاخدش على اي هضره ولا اي انتقادات ولا اي واحد، وهو شخص واحد معروف اللي هدر وقال بانه هو اللي يستحق الكره الذهبيه. كلكم تستحقوا، ولكن بالنسبه لي انا كمغربيه، كبنت المملكه المغربيه الشريفه، تنقول وكنتمنى يا ربي بونو، ياسين بونو ياخذها، لانه بالفعل بالفعل احسن حارس في العالم. ولو كانت العداله والعدل في كاس العالم قطر والنتائج اللي كانوا خداو، فالمفروض كان وليد الركراكي ياخذ احسن مدرب، والمفروض ياسين بونو ياخذ احسن حارس في العالم بدل الارجنتيني حارس المرمى، لانه ميسي خدا مع الفريق ديالهم منتخب الارجنتيني كاس العالم، فلازم يبينوا حتى انه الحارس ديالهم تهو ياخذ كاس العالم. كان المفروض الجوائز هذه تتقسم بالعدل. فبحال اللي قلنا، انت من المرشحين الكبار، انت ماشي في الدكه وانت ماشي في الاحتياط، انت دائما اساسي وغتبقى دائما اساسي. فان شاء الله ان شاء الله غادي نفرحوا لك الكره الذهبيه لانك تستحقها، ولازم شي شويه الفيفا والكاف يحطوا شي شويه يساندوا او يشجعوا شي شويه العرب والافارقه، لانه صراحه عندنا لاعبين تقال تقال لا يقلون أهمية على الأوروبيين وعلى اللعيبة العالميين. فإن شاء الله يا رب، إن شاء الله بإذن الله نباركوا لك في الكرة الذهبية، وحتى إلا ما خديتيهاش أنت بالنسبة لنا أحسن حارس وغتضل أحسن حارس في العالم. يا أسد من أسود الأطلس، هنيئا لنا بونو، للناس كلهم الناس العرب والمحبين والأنصار ديال بونو كلهم تيشجعوه وكلهم تيقولوا عليه كلام زوين. ف يا رب تتحقق هذيك الأمنية ديال المغاربة كاملين، وما شاء الله ما شاء الله اللائحة طويلة ديال الناس اللي مرشحين الكرة الذهبية والأحسن فريق وأحسن لاعبين وأحسن، فالمغاربة مكتسحين ما شاء الله لا ليست بحكيمي، أشرف حكيمي الأفضل ظهير أيمن في العالم، بونو. بالنسبة للشباب كاين خنوس، بلال خنوس، كاين زلزولي، كاين سوفيا المرابط. وما أدراك ما سوفيا المرابط، هذاك لوحده لازم كرة ذهبية ولازم كل شيء ذهبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على سوفيا المرابط، المحارب المحارب المحارب. لو كانوا عندنا منه ربعة كنا خدينا كاس العالم أربع مرات على التوالي. إن شاء الله إن شاء الله يوفق ياسين وتربح، إن شاء الله يوفق الله وتربح الكرة الذهبية، ونفرحوا لك، احنا دائما فرحانين بك، سواء خديتي كرة ذهبية، سواء
ما خديتيهاش، لان الكره الذهبيه ماشي معيار ديال تفوق وديال تبارك الله اقوى حارس في العالم بالنسبه لينا حنايا. فماشي ضروري اللي خدا كره ذهبيه هو اللي مزيان، راه كاين رشاوي، كاين باك صاحبي، كاين الكولاسة، كاين بزاف ديال المسائل. فخديتيها تبارك الله، ما خديتيهاش افضل حارس في العالم، وغتبقى افضل حارس في العالم. فهادشي اللي بغيت نقول لك من قلب الغردقه. انا عاد سمعت هذوك النواشات وسمعت الهضره وبلا بلا 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 بلا، فانت جبل ما يهزك ريح. وكلنا ياسين بونو، وكلنا اسود الاطلس. نقول لك الله يوفقك والله ينجح جميع المغاربه في جميع الجوائز يا رب يا كريم، وتحت شعار الله